to hear too much about me. Very briefly, for many years I was in the church, in the Roman Catholic Church, and I talk with great respect and great love of my years in the church. And in fact, if truth be told, this is one of the things I can bring to Islam, is my knowledge of Christian and the Christian thinking and Christian people and my deep love and respect for them. So that's the first thing. طيب هو طبعا أشار إشارة سريعة إلى أنه سيقدمها باختصار شديد، وهو فعلا قدمها باختصار، يعني اختصار بالغ، أنه بيقول كنت قسا سابقا في الكنيسة الكاثوليكية ثم اعتنقت الإسلام. وهو شايف أنه قص هذه القصة كثيرا، وبالفعل هو القصة يعني مبثوثة واردة في أكثر من منبر وفي أكثر من موقع في النت وفي أكثر من محاضرة. هو أصبح الآن شخصية إعلامية بيقين، فهو بيقول أو بيفضل أن احنا ندخل إلى صميم الحوار مباشرة، وعلى هذا الأساس سأدخل معه إلى صميم الحوار، وأريد أن أطرح عليه سؤالا حول رأيه بشأن فكرة صراع الحضارات. هل يوافق على المصطلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. There is absolutely no clash of civilizations. Islam is at home in every culture and every civilization. Islam is the natural religion of mankind, which has existed since the beginning of time. It speaks to the hearts of all women and of all men, and is at home everywhere. So this idea of there being a clash between Islam and the non-Muslim world is a lie deliberately created by those who want to cause mischief. Muslims are at home and are happy in any civilization, and they're happy to dialogue and to talk with any people, because Islam is perfect. Muslims are not. Muslims are not perfect. We're very far from perfect, but Islam is. So we're not afraid to dialogue and to talk with any person, a person with a religion or with no religion, or someone who hates religion, because Islam can answer all these questions. يعني هو طرحت عليه سؤالا حول قضية صراع الحضارات، فهو بيقول انه هذا المصطلح clash of civilizations او صراع الحضارات، هو بيقول انه مصطلح مضلل، وبالفعل مصطلح مضلل، مش احنا اللي اخترعناه. احنا اشرنا في صدر الحلقة انه صاحب هذا المصطلح هو سامويل هونتينجتون، وبيقول الاسلام دين طبيعي جدا للنوع الانساني، ودين يقوم على احترام الغريزة واحترام الفطرة، ويتآلف أو يتساوق مع فطر البسطاء. بيقول الإسلام نزل للجميع، ورسالته رحبة تتسع للجميع، وبيقول هذه الفكرة اللي هي فكرة صراع الحضارات أكذوبة، أكذوبة اختلقها من يريد التضليل. وهنا كلام إدريس توفيق له ثقل لما يصف صراع الحضارات بأنه أكذوبة تستهدف التضليل، فالإجابة هنا واضحة، نحن لسنا مسؤولين عن هذا المصطلح، وبالتالي لسنا مطالبين بأن نقدم له مسوغا أو مبررا، ما دمنا مش إحنا اللي اختلقنا هذا المصطلح. بيقول المسلمون دائما سعداء بالحوار، ولا يضيرهم أي حوار مهما يكن، وبيقول إنه الإسلام صحيح، لكن المسلمين قد لا يكونون أحيانا عنوانا لهذه الصحة التي يعبر عنها الإسلام. وطبعا هو هنا بيفصل بين الإسلام كقرآن وسنة ومعتنق وفكر نظري أو تشريعي، وبين سلوكيات المسلمين التي تحيد عن الجادة المثلى.